وأعتقد هي من القوانين المهمة تم التصويت عليها، وعفوا قراءتها قراءة أولى وثانية، وهي بانتظار التصويت. نأمل إن شاء الله بالقريب العاجل تندرجها على جدول أعمال مجلس النواب العراقي من أجل التصويت عليها، لأنه حقيقة تهم أبناء الشعب العراقي، تهم شريحة مهمة وكبيرة من أبناء القوات الأمنية، حتى يكون هنالك قانون، يكون قانون يعني لهذه الأجهزة الأمنية من شأنها دعم قدرات أبناء قواتنا الأمنية وأجهزتها بكل مفاصلها إن شاء الله.